اهلا وسهلا بيكم كل مشاهدين قناه الصحه والجمال وكل مشاهدين برنامج بنحلم نعيش. وحشتوني زي وانتم متعودين مننا على كل يوم اربع حاجه جديده وموضوع جديد بنتكلم عليه. النهارده موضوع الحلقه عن مشاكل التجاره اللي بتقابل التجار في السوق، في كل انواع التجاره بقى، في مشاكل عامه كده بتواجه بعض التجار. ومعانا ضيوفنا ان شاء الله، بس النهارده هفكركم باللي انا قلته لكم الحلقه اللي فاتت. كان في حد اتصل من المتصلين وفكرني بموضوع الانتخابات، وانا وعدتكم ان هنقول نبذه مختصره عن الانتخابات وتجربه الانتخابات اللي احنا مرينا بيها. تجربه الانتخابات انا ما حصلش نصيب وما نجحتش في الانتخابات، بس كانت تجربه حلوه جدا، لان الحلقه اللي فاتت كانت بتتكلم عن الحب. اكتسبت الحب وحب الناس وثقه الناس، دي اكبر ثقه ممكن تتخيلها في الدنيا، وممكن اكبر نجاح ممكن توصل له واكتر حلم ممكن توصل له. احنا معانا الصور هنعرضها، اللي احنا زي ما انتم شايفين الصور بتتعرض قدامكم. دي كانت احدى جولاتي في احد القرى والعزب اللي كانت موجوده. الحمد لله نلت كثير من الحب والاحترام عند الناس كلها، وطلعت بنجاح وهو حب الناس وتقديرهم ليا واحترامهم ليا وثقتهم فيا اللي زرعوها. وانا ما خذلتش حد، حتى بعد الانتخابات ما خلصت انا ما خذلتش حد خالص، والحمد لله. اللي بقدر اعمله دلوقتي بصفتي اعلاميه، مش بصفتي في البرلمان، بصفه كرسي الاعلام وكلمه الحق دايما تكون موجوده وعلى لساننا، الحمد لله بعمله. انا عايزه بس المخرج يجيب لنا زي ما بنجيب الصور الحلوه دي، يجيب لنا الفيديوهات. يعني عايزه هنطلع نشوف بعض الفيديوهات اللي موجوده معانا. احنا طبعا عندنا فيديوهات كتير، لكن انا هديكم برضو نبذه مختصره عن الجولات اللي موجوده. روحوا للفيديوهات يا نصر. رغم التأخير ورغم ده كله بياخدوا، واحنا على المعاش بياخدوا مننا معاش. لو انت تكتبي الكلام ده اقسم بالله لا تحت الاصوات ولا عم حسن يكتب الكلام ده بعد اللي فات. خد بالك يا عم حسن، انا هعمله لك بصفتي اعلاميه مش بصفتي. انا بقول لك بصفتي اعلاميه، لان حضرتك لك حق عليا اوصل صوتك. والمشكله اللي وعدها ان انا هعمل لك ده، وهعمل الزراعيين بياخدوا منا معاش واحنا على المعاش يا ابيض. والمشكله اللي وعدها ازاي ياخدوا منك معاش وانت على المعاش؟ على كل الزراعين بتاعكم حماده وهنا، والله لا تكسبي. انا اللي بقول لك استاذ I'm sorry.
وزي ما شفتوا كانت من أجمل لحظات حياتي جولاتي ما بين الناس الحلوة البسيطة، الناس اللي ما بتعرفش تمثل ولا بتعرف تقول أو تقابل حد بكلامه خلاص، الناس اللي ما بتعرفش غير الحب وما جازات الحب إلا الحب. وعشان هم قابلوني بالحب أنا هفضل أحبكم طول ما أنا عايشة، وهفضل أرد لكم ده وأنا في خدمة الجميع وتحت أمر كل الناس وفي خدمة كل الناس. لكن أنا النهاردة لازم زي ما اتكلمنا وخدنا نبذة مختصرة، لكن بوعدكم أن احنا هنتكلم برضو عن الانتخابات. النجاح مش نجاح برلمان، النجاح نجاح أن انت تكون قد المسؤولية في أي مكان، في أي مكان انت فيه، في شغلك وفي حياتك، في الشارع، في البيت، في كل مكان لازم تكون قد المسؤولية، ولازم يكون لك هدف ولك بصمة جوه قلبك وجوه الناس قدام الناس تتكلم عليها. هنرجع لحلقتنا النهارده، موضوع التجاره العالمي ولضيوفي بعد الفاصل.